بقول يا مسعود، ما تيجي بكره نروح نطمن على سلامه وبرهان بيه. والله انت ابن حلال يا شيخ حسان، برهان بيه فعلا وحشني ونفسي اطمن عليه. خلاص نتقابل في الجامع، نصلي الظهر ونطلع على هناك. على خيرة الله. يا سلام، القلوب عند بعضيها، ده سلامة. ايوه يا سلامة. والله انت ابن حلال، لسه كنا في سيرتك انا وعمك مسعود. ايه؟ رايحين على الاسم؟ خير؟ حاضر حاضر يا ابني، هجيبه واجيلك. مع السلامة. خير يا شيخ حسان، طمني. ده برهان بيه وسلامة اتقبض عليهم ورايحين على الاسم وعاوزين اجيب لهم المحامي، يلا بينا. خير خير يا شيخ حسان، سامعك بتقول سلامة والاسم والمحامي. خليك في حالك يا جدع، انت مالكش دعوة. يلا بينا يا شيخ حسان. يلا يلا يلا. ايه العبارة يا معلم الناس؟ زار كده زهزهت معانا وهنرزق مرامة بسامية. علم يا كبير وجاري التنفيذي. شايف صوتك اللي زي وشك، كان لازم يعني نجيب كاميرا ونصور. يا برهان بيه، ما الافلام كلها بتتصور ومحدش بيتمسك، احنا اللي حاطين احباب. ده انا مش وش بهدله، انا عمري ما دخلت اسم ولا اتحطيت في زنزانه ولا قعدت القعده المهببه دي. وشي وشي شويه مجرمين وشمحطجيه وقطعين ارزاق. مجرمين ايه وشمحطجيه ايه يا برهان بيه؟ يا برهان بيه احنا في مباحث المصنفات، والناس دول يعني محترمين زينا بالظبط، واكيد ممسكين في حاجات هبله زي اللي احنا ممسكين فيها. يا رجاله ممسوكه دي، كنا بنصور فيلم في السينما، وانت كنت بنسخ عمرو دياب الجديد، والاخ كنت بنسخ تامر حسني الجديد، وانت كنت بتنسخ محمد حسان الجديد ولا ايه؟ لا والله، انا طول عمري بشتغل في السليم. يا راجل هبط، هو حد لسه بيشتغل في الدنيا؟ ده الشعب مكسر الدنيا. ده شعبي ولا مش شعبي؟ هو في بعد السكس ده البريم بتاع كله. مش بقول لك ناس محترمه؟ ده انا اخر فيلم سكسي نزلته. سكسي وكلام فارغ ايه؟ هم بينا يا سلام. استنى يا برهان بيه، نشوف حكايه الفيلم ده. الفيلم ده عملت منه يجي 50,000 نسخه وتوزعه في 24 ساعه، الفيلم بتاع بابا رضا. قلت لك يلا يا سلام. استنى يا برهان بيه، بيتهيألي الفيلم ده عدى عليا. كلها ربنا ما يرقد لك جدا، لو فاكر حاجه احكيها لنا واحنا هنتخيلها مع بعضينا. فاكره برسامه وهحكولكم. سلامك يا بالي برهان تساوي. ده وقته. تعالى يا ابني انا هنا. يلا طور اسم الله مش عاوزها. كشفنا عليه يا باشا. طب روح انت. اتفضل اقعد يا استاذ برهان. خليك واقف هنا. حرام يا سلامه. سابقا يا باشا. وبتضرب وصولات امانه يا سلامه. سابقا يا باشا. ورايح السينما تصور فيلم وتنزله على النت يا سلامه. مظلوم يا باشا. يا سعاده الباشا، سلامه نضج تاب وبقى انسان محترم، وزي ما قلت لسعادتك هو دلوقتي دراعي اليمين، يعني بيساعدني في البحث عن بنتي. انا مصدقك يا استاذ برهان، بس للاسف انا هنا بطبق القانون ومضطر اعرضكم على النيابه. النيابه ليه يا باشا؟ مساعدتك قلت مصدقنا. ما تقلقوش، النيابة هتفرج عنكم كفالة، بس هتبقى قضية. جاد الله فتح الباب، المحامي بالنقد ومحامي الأستاذ برهان وسلامة. هو في إيه يا سلامة؟ أنا جبت صورة من المحضر، وصورة من أمر الإفراج عنه بكفالة. يعني كده خلاص؟ المحكمة هتحكم لنا؟ ده أكيد، لأن كده كل أركان حالة السفه متوفرة. أنت كل مرة بتقولي كده يا رفعت، والمحكمة بتأجل القضية. بس خلاص، المحكمة حجزت القضية للحكم، إحنا بس بنقدم المستندات الجديدة دي عشان نقوي موقفنا في القضية. أيوة يا رفعت، بس أنا قلقانة أوي، أنت عارف قضية الضرايب بتاعتي قربت أوي. اطمني يا زهير، محدش يقدر يمس شعرة منك طول ما أنا موجود.
انت ما تعرفيش انت غالي عندي قد ايه. انا عارفه، بس هعرف اكتر لما نكسب القضيه وثروه برهام كلها تبقى تحت ايدينا. هي بقى ولا مش هي؟ هي يا سلامة. أمال يعني ما سمعتش؟ شايف بنت يا سلامة، شايف الإصرار اللي في عينيها، العزيمة اللي في وشها، مفيش أي حاجة خالص ولا حتى ابتسامة مامتها. مش فاهم قصدك إيه يعني. يا بيه أنا ما أقصدش حاجة، أنا بس كنت عايز أشوف فرحتك بيها زي فرحتك باللي قبليها. أنا خايف أفرح بيها يحصل معاها اللي حصل مع زهرة ونور وتطلع مش بنتي. انت اللي بتقول كده يا بيه، امال فين كلامك عن الاصرار والعزيمه؟ طيب قول لي هنعمل ايه وهنلاقيها ازاي؟ يا بيه المره دي الموضوع سهل، المرتين اللي فاتوا لقينا زهره ونور وسط 90 مليون بني ادم، المره دي هندور في الوسط الفني بس، والوسط الفني مش كبير. بس احنا هندخل الوسط الفني ده ازاي؟ عندي يا بيه اللي هيدخلنا الوسط الفني. مين ده؟ الاستاذ حسين، هو في غيره؟ مليطة مليطة يا أستاذ برهام، مليطة فيلم يبقى اسمه مليطة؟ إذا كانت السينما فيها مليطة يبقى أنا ماليش علاقة بالفن والفنانين. ده راجل بتاع عمل سياسي، أكتب مقال سياسي، أحل الموضوع سياسي، أقول وجهة نظر سياسية كده يعني. خلاص يا أستاذ هيك، قول لنا نعمل إيه دلوقتي؟ لو سمحت يا استاذ حسين شوف لنا حل، احنا معتمدين على الله وعليك. ونعم بالله. طيب انا هبعتكم للاستاذ ابراهيم الديك وهو هيشوف لكم صرف في الموضوع ده. ايوه يا استاذ ابراهيم، انا هبعت لك اتنين حبايبي، الاستاذ برهام الجزاوي والاستاذ سلامه الجبالي. يا سيدي لا العكس، برهام هو اللي جزاوي وسلامه هو اللي جبالي. ايوه عايزينك في موضوع مهم كده، انا عايزك تقابلهم وتعمل لهم اللازم. يلا سلام. والاستاذ الديك ده ان شاء الله بقى هنلاقيه في هنا عيشه. ده رئيس القسم الفني في الجريده، اتفضلوا الحقوه. ليه هو هيطير ولا ايه؟ طيب يا استاذ حسين أنا متشكر أوي، والله من غيرك أنا مش عارف كنت عملت إيه. ما تقولش كده يا أستاذ برهام، إن شاء الله خير. يا نجمة ده أنت اللي كيداهم وفرساهم. ها؟ مين عزة أبو العز دي؟ دي أساساً ما بتعرفش تمثل. آه طب وغلاوتك عني؟ فيلمها الأخير عمل 150 جنيه بس. أنت عارفة؟ أنا هشرشحها لك شرشحة في المقالة اللي جاية ما حصلتش. سلام يا نجمة. دي نجمة طماطم أبو العيلة، كانت بتصبح عليا. أهلا وسهلا يا جماعة. يوه تليفون تاني. ثانية واحدة. ألو؟ مين معايا؟ لا. لا 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 أنا مش مصدق نفسي. النجمة عزة أبو العز هي وزيا نجمة اليوم وكل يوم. مين؟ مين طماطم أبو العيلة دي؟ هي أساسا بتعرف تمثل؟ في ممثلة اسمها طماطم؟ على فكرة عارفة الفيلم الأخير بتاعها كان عامل كام؟ 150 جنيه بس. أنت عارفة؟ أنا هشرشحها لك شرشحة في المقالة اللي جاية ما حصلتش. دي الفنانة عزة أبو العز كانت بتصبح عليا. اهلا وسهلا يا جماعه. يوه تليفون تاني، اعمل ايه؟ مشغول. الو مين معايا؟ نجم الغناء العربي، نجم الجيل والاجيال اللي جايه. اهلا بيك يا حبيبي، اعمل ايه؟ مين يا حبيبي اللي جاي؟ شوقي رمضان؟ هو ده مطرب اساسا؟ في مطرب يبقى اسمه شوقي؟ يا راجل ده ما بيعرفش يغني اساسا.
ده اخره يقري على التراب. لا 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 لا، انا مش هساعد الناس دي ابدا. مع السلامه. مع السلامه. يا عارفين يا جماعه مين اللي كان بيتكلم؟ المطرب مجاهد ابو الليل، المطرب العاطفي الشهير. يوه، تليفون تاني. انا مش عارف، مش عارف اعمل ايه. عارفين مين اللي طالبني؟ اكيد شوقي رمضان. بسم الله ما شاء الله عليك. ارد عليه. طب ترد انت ليه؟ ارد انا؟ هات. الو. ايوه يا نجم مصر والسودان، يا حساس الجيل. مين؟ رمضان ابو الليل؟ وده اسمه مطرب؟ ده اسم حرامي بهايم يا راجل. ده يروح يدفن نفسه مع البوماته. سلام يا نجم. وانت بقى تفضلنا يا عم الديك ولا نعمل عليك شوربه في يومك ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سلام؟ هو صحش كده؟ وماله عصبي قوي كده ليه؟ ما هو يا استاذ ديك انت بقالك ساعه عمال تتكلم في الموبايل. يا جماعه الاستاذ حسين وصاني عليكم خير. احنا شفنا بنت بتمثل في فيلم فجينا لك عشان تقول لنا مين هي. فيلم ايه ده؟ المليطه ثلاثه. مليطه ثلاثه؟ ودي كانت بطله في الفيلم؟ لا خالص، دي ما ظهرتش الا في لقطه سريعه كده. كومبارس. كومبارس متكلم يعني. هتقول ايه في الفيلم دي؟ قالت ايه؟ ما نطقتش. كمان كومبارس صامت؟ ده كل اللي كانوا في الفيلم دول صامتين. البطلات هما بس اللي كانوا بيتكلموا. بس الموضوع ده يا جماعه صعب قوي. بس انا ممكن ادلكم من خلال الريجيسير اللي كان بيورد البنات للفيلم. الاستاذ سيد كتكوت. حبيبي، والله حبيبي يا جماعه. قولوا له بس ان احنا من طرف ابراهيم الديك. ابراهيم الديك بعتنا لسيد كتكوت، شكلنا وقعنا في تقفصه فراخ. يا استاذ كتكوت بعد اذنك، عنوان الاوردر فين بعد اذنك؟ يا استاذ كتكوت انا ايام الجنيه ما خدتهاش يا عم انت. استاذ كتكوت لو سمحت. يا استاذ كتكوت انا قاعده من الصبح. يا برنس الكتاكيت. يا استاذ كتكوت احنا واقفين من بدري وعاوزينك. بص لنا بقى. يا استاذ كتكوت احنا جايين لك من عند ابراهيم الديك. الديك وعايزينك في حاجه مهمه. يا حبيبي. طب روح استنوني في مكتبي. يلا يلا. تعالى يا ابراهيم بيت. تعالى. حبيبك كده. المليطة ثلاثة، المليطة ثلاثة، المليطة ثلاثة. هي في أنهي لقطة بالظبط؟ هي طلعت في اللقطة اللي فيها واحد لا مؤاخذة يعني أخذ شوية بنات ودخل على واحد علشان يفرجوا عليهم وبعدين قال له تزوج وحش قوي فرغلي كده. أيوه أيوه. الكاستنج اللي في الفيلم ده تعبني قوي، بس فيهم حبة بنات إنما إيه؟ مزز يتاكلوا أكل. تعبت قوي على ما عرفت ألمهم. عندك حق، ده إذا كان أنا تعبت وأنا بتفرج. بقول لك إيه، خلص دور لنا عليها. الصبر، الصبر مفتاح الفرج. اتفضل يا سيدي. هي دي؟ لا. طب دي؟ لا ولا دي. طب يبقى دي؟ هي. هي يا سلام، هي دي. دي البت عبيه الإسكندرانية. ما لقيتوش إلا ديت. إيه مالها؟ بت لمده وابوها شودلي وخامولجي وقضي سجون. وبصراحه بقى لو انتوا عايزينها في اي مصلحه يبقى بعيد عني. مالكش دعوه انت، احنا هنتصرف. شوف لنا بس عنوانها وتليفونها. حاضر، امر لله. اتفضل يا سيدي، ده تليفونها وعنوانها في اسكندريه كمان. بكره الصبح نطلع على اسكندريه. لا بكره الصبح يا برهان بيه، انت ناسي ان احنا عندنا قضيه بكره؟ تتحرق القضيه وانا هقدر استنى؟ لا لازم نروح، القضيه محجوزه للحكم، لازم نحضر. راح فين ده على الصبح؟ يكونش راح المحكمة لوحده؟ برهان بيه كنت فين يا بيه؟ صحيت بدري رحت مشوار.
مشوار ايه يا بيه ان شاء الله؟ بعدين اقول لك. انا طالع دلوقتي اتوضى اصلي ونروح المحكمه. اتفضل يا بيه. بعد اذنك يا سياده المستشار. نعم، في حاجه؟ عاوز اطلع ساعتك على المحضر ده قبل ما تصدر قرارك في الدعوه. انت كنت بتصور فيلم في السينما يا برهام وتعمل لك محضر؟ حصل يا سياده القاضي. امال فين بنتك دي اللي انت قلت لي انك على بعد خطوه منها؟ لسه بدور عليها بس للاسف ما لقيتهاش. انما باذن الله. خلاص خلاص يا برهام. قرارات المحكمه التحفظ على كافه الممتلكات العقاريه والمنقوله والاموال السائله والودائع بالبنوك المدعى عليه لحين الفصل في دعوى الحجر الاصليه. ألف 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 مبروك علينا يا جماعة. ياه، وأخيرا. أنا مش مصدقة كل ثروة برهام بقت تحت إيدينا. لسه يا زهيرة، ده مجرد قرار بالتحفظ على فلوسه ومنعه من التصرف فيها. اسمع، طالما القاضي شاف إنه غير مؤتمن على فلوسه ومنعه إنه ياخد مليم واحد من فلوسه، يبقى شاف إنه سفيه. بكده بقى المحكمة هتحكم لنا في قضية الحجر من أول جلسة. أنا عايز أقول حاجة بس محدش يتضايق مني. برهام ساعات بيصعب عليا قوي. واحنا مش صعبانين عليك. يصعب على مين بس يا زهيره؟ الله يا اخي، بص لنفسك انت، نفسك مش صعبان عليك نفسك؟ بص على وضعك وهو مش هيصعب عليك. طب بقول لكم ايه، فاكرين العرض اللي عرضناه عليه وهو رفضه قبل كده؟ عرض ايه؟ ان احنا يعني ناخد نص فلوسه ندبر حالنا بيه ونسيب له النص التاني. نص فلوسه ايه؟ ما خلاص فلوسه كلها تحت ايدينا. وبعدين انت نسيت عمل فينا ايه؟ وهي ده حاجه تتنسي؟ ده الضرب لسه معلم في جتتي. والله والله ما حاسب له جنيه واحد. انا خايف يروح فيها. ما يروح، بعدين هو مثبت فيها ليه؟ وبعدين يستاهل. عندك حق يا زهير، كلنا طلبنا منه المساعده ورفض وطردنا. دلوقتي بقى هو اللي مش هيلاقي ياكل، مع ان القاضي هيصرف له كام جنيه كده في الشهر علشان يصرف منهم. بقول لكم ايه يا جماعه، ما تسيبونا من الموضوع ده، احنا جايين نحتفل. على رايك. يلا شير. حضر لك لقمه تاكلها بيه؟ لا ماليش نفس. يا سلامه. ازاي بس يا بيه؟ سيادتك على لحم بطنك من الصبح. اتفضل يا بيه. ايه دول؟ دول 600 جنيه يعني كنت محوشهم من المرتب اللي حضرتك بتديه لي كل شهر يعني. خدهم اصرف منهم لحد ما ربنا يحلها. حط فلوسك في جيبك. يا سلام على الدنيا. شوف انت بتعمل ايه واولاد عمي اللي من لحم ودم بيعملوا ايه. امسك يا بيه ما تكسفنيش. روح نام يا سلامه، عشان احنا بكره الصبح بدري هنسافر اسكندريه. لا اسكندريه ايه بقى؟ ده اسكندريه دي محتاجه فلوس ياما. هات الشنطة اللي هناك. الشنطة دي كانت معاك الصبح. اتفضل يا بيه. ايه دي؟ فلوس كتير قوي يا بيه. أنا رحت البنك النهاردة الصبح وسحبت الفلوس دي قبل ما نروح المحكمة، لأني كنت حاسس إن الحكم هيبقى ضدي. يا ابن الإيه يا بيه؟ لا مؤاخذة يعني، أنت حضرتك يعني طلعت مستاهل يعني، أنت طلعت عقر يا بيه. الفلوس دي أنا سحبتها عشان يبقى معانا سيولة وإحنا بندور على عبير. يلا يا سلام، روح نام علشان هنصحى بدري بكره نسافر اسكندريه. حاضر يا بيه، بس خبيهم يا بيه يعني ما تنساش ان انا حرامي. انت ملاك يا سلامه، يا ريتني عرفتك من زمان. طيب يا بيه،
تصبح على خير. وانت ابن اهله. بس برضه خبي الفلوس. انا عارف نفسي. تصبح على خير يا بيه. خلاص يا باشا اوكي. هبعت لك 1,000,000 جنيه. حاضر يا سعادة الباشا. 2,000,000 جنيه. سلام. جاهزين 2,000,000. هو انت مش قلت ان انت هتستنى لحد ما الدنيا تهدى؟ مش قادر استنى كده يا سوزي، خلاص عايز ارجع اشتغل تاني، وبعدين هما نسيونا خلاص وبيتعاركوا مع بعض دلوقتي. انت حر؟ انا كنت خايفه عليك. لا ما تخافيش. انت بس يبقى اسحبي لي بكره 2,000,000. طب ما تسحب من فلوسك اللي برا. فلوس ايه اللي برا؟ احنا مش قلنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ مش قصدي يا حبيبي، بس انا خايفه لا يكون في حد بيدور ورانا ولا حاجه. ما تلاقيش يا حبيبتي، انا عامل حسابي كويس، وبعدين افرضي حد بيدور ورانا يعني ايه المشكله؟ احنا مفيش علاقه بيننا، وبعدين دي فلوسك وانت بتسحبي منها، مش هيحاسبوك ان انت بتسحبي من فلوسك. اوكي يا حبيبي، هعدي عليكي بكره يا روحي تجهزي لي الفلوس. باي. وهم بي، انا اول مره اسافر اسكندريه، انت متاكد ان يعني ان انت تعرف الطريق كويس؟ تهيالي كده ان هو انا اصلي ما مشيتش فيه من 20 سنه. ربنا يستر وما نلاقيش نفسنا في اينا. انا عايز اخلص من موضوع عبير ده بسرعه، بصراحه انا جالي احباط، ما عنديش استعداد لصدمه ثالثه. طب يا برامبي بامانه عايز اسالك سؤال، انت بتقول الكلام ده يعني عشان يعني انت حاسس انها مش بنتك، ولا عشان ما طلعتش زي ما انت عايز؟ مش عارف يا سلامه، من الاخر كده انا عايز اخلص بسرعه. طيب يا بيه هنعمل ايه؟ يعني ايه نعمل ايه؟ نروح العنوان اللي معانا ده ونسال اهلها دي بنتكم ولا مش بنتكم؟ يا سلام، ويعني احنا لما هنسالهم يعني هيقولوا لها يلا بنت روح مع بابا جهزي شنطتك؟ طب الموضوع مش سهل، الموضوع صعب ولازم ياخد وقت. اوه مرمطة تاني. معلش بقى يا ابو رامبي، ان شاء الله الموضوع المرة دي يخلص بسرعة بإذن الله. ربنا يسمع منك. يلا بينا. طب نشرب حاجة ساعة. ده انت بارد. بقول لك نخلص بسرعة تقول لي نشرب الحاجة ساعة. يلا يلا. اتفضل يا بيه اتفضل.
الفل يا ست الكل. اول لما اتصلت بيا سبت اللي في دي وجيت على طول. ياه عاش من شافك يا استاذ منير. هو يعني عشان ما بقاش في شغل بيننا ما تعبرنيش حتى بتليفون؟ لا 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 ده كلام، ده كلام يا مدام. أمريني وبتلعب في ايه اليومين دول؟ ما انت عارفه يا مدام منير بيلعب في كل حاجه. طب يا اخي ما تفتكرنا بحاجه من اللي بتلعب فيها. اه بس انا ما عنديش اليومين دول تقليد، وحتى التقليد ما عرفتيش تصرفيه. اه طب ومين قالك اني عاوزه تقليد؟ انا عاوزه اصلي وسنها ما يقلش عن 3000 سنه. اه ربنا فرجها بقى. ما تسالش في اللي مالكش فيه. حق. عايزه الحاجه امتى وقد ايه؟ امتى؟ بعد شهر. قد ايه اللي تقدر عليه؟ يا ام عبير، يا ام عبير انت فين يا وليا؟ في ايه يا راجل؟ عاوز مني ايه؟ عاوز اكل. طبختلنا ايه النهارده؟ طبختلك ايه النهارده؟ حشحوش. اللي يسمعك يقول ان احنا بنطبخ كل يوم. يا وليا انا على لحم بط من الصبح طبخت ايه؟ واجيب لك غدا منين؟ ده لولاش عبير سابت لي 10 جنيه الصبح ما كنتش هعرف افطر العيال. هي عبير سابت لك 10 جنيه الصبح؟ ايوه بنت الكلب، وقالت لي لما هرجع من الشغل هديك ال 10 جنيه. يا راجل حرام عليك، ارحم البت شويه، ده البت بتصرف علينا كلنا وانت قاعد. يا وليه هي بتصرف يعني على حد غريب؟ ما هي بتصرف علينا كلنا. وانت ما بتشتغلش ليه وتصرف علينا؟ مش كفايه قعدتك على القهوه وتجر شكل الرايح واللي جاي؟ انت بتقول ايه يا وليه يا خرفانه؟ بقولك شوف لك شغلانه واصرف علينا بدل قعدتك على القهوه دي. واشتغل ليه؟ ما انا ياما اشتغلت. البركه في عبير. ليه؟ عبير مش بنت زي بقيت كل البنات، مفروض تقعد وتتستت لحد ما يجيلها عدلها. عدل ايه يا وليه؟ البنت لسه صغيره. صغيره ايه يا راجل؟ ده اللي اصغر منها اتجوزوا وخلفوا وعندهم دلوقتي عيال. وانت مال اهلك انت؟ هي بنتك ولا بنت؟ انت عيالها مرات ابوها ولا افتكرتيها بقى بنتك علشان بنقول لك يا ابو عبير؟ ايوه انا مرات ابوها وهي مش بنتي، بس برضو البت صعبانه عليا. البت بتتمرمط من صباحيه ربنا النص الليل في شغلانه السما دي، وانت حطت ايدك في ميه بارده. انت عارفه لو زودتيها تاني مش هيحصل لك كويس. خلاص خلاص انت حر، هي بنتي ولا بنتك؟ حضر الغدا يا بندو. ايوه يا استاذ. المغورين جاهزين؟ جاهزين اهوت يا استاذ. واللي هيعمل ظابط المباحث فين؟ اهوت يا استاذ، لابس البدله وتمام. طيب والبنات فين اللي هينزلوا بالملايات؟ البنات اللي في الملايات تعالوا اتفضلوا. ايه ده؟ انت شايف اللي انا شايفه يا سلامة؟ عبير ملفوفة بملاية زيها زي البنات الساقطات. ايه القرف ده؟ وما فيش غير الادوار دي. الظاهر ما بتتألقش غير في الادوار دي. استغفر الله العظيم. انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ دول بنات كاسيات عاريات مائلات مميلات، جزاهم جهنم وبئس المصير. استغفر الله العظيم. فضيلة الشيخ هيتفرج معانا ولا هيمشي؟ يلا يا جماعه نجهز، يلا اتفضلوا اتفضلوا فوق، يلا يلا انتوا معانا. اتفضلي يلا يا استاذه مالك. خليكوا واقفين هنا. جاهزين يا استاذ؟ اكشن. ستوب. لا لا كده ما ينفعش خالص. دي مش نازلة ناس، ممسوكة اهداف. خد انت يا سيارة. انت اسمك ايه؟ عبير يا استاذ. ويا عبير انت ايه؟ ماشية على الكورنيش تمختري؟ مش ماشية على الكورنيش ولا حاجة، بس قول لي اعمل ايه وانا اعمله. اديني احساس انك ممسوكة اهداف. اديك احساس ازاي يعني؟ ما انا ما اتمسكتش اهداف قبل كده. قول لي انت يا مخرج اعمل ايه وانا اعمله، دول ما كانوش 20 جنيه هيزنونا بيهم. انت هتقلي ادبك عليا؟ يا رضا يا ريجيسير، فين ريجيسير السفت ده؟ انت يا ريجيسير، البنت دي مش عايزه هنا، تمشي خالص. حاضر. مش عايزه في اي مشاهد. حاضر. وما جابلهاش في اي يوم. حاضر.
عايز نمشي همشي، بس اخد فلوسي حقي تالت ومتلت ال 200 جنيه اللي متشفين عليهم. اديها يا سيدي ال 200 جنيه حتى لو من جيبي انا، عايز اخلص. ماشي، ما تجيش تاني خالص. يلا يلا انا نفسي اعرف احنا ماشيين وراها ليه يا اخي. مش لازم اتاكد انها دخلت البيت واطمن عليها. انت بدات تحل ولا ايه؟ لا طبعا احن ده ايه. طب الحمد لله اطمننا عليها. يلا بقى عشان عايز افصفر. نعم افصفر يعني بعد اذنك يعني. تعمل اللي بتقول عليه ده. هو حد حشك؟ عايز تروح الحمام؟ حمام ايه يا بيه؟ لا انا مش عايز اروح زي ما انت فاهم يعني. لا لا فاصفر يعني، اصلا انا اول مره اجي اسكندريه. معقول يعني اجي اسكندريه اول مره يعني وما نخبطلناش يعني اكل السمك حلوه كده؟ فهمت. طب يلا يلا بلاش تضيع وقت. الحمد لله على السلامه عبير. الله يسلمك يا امال. امي فين؟ انا هنا يا حبه عيني. خدي يما، خدي يما ال 50 جنيه اهي امسكي. هاتيهم بقى دول بقى، اصل انا محتاجهم. يا راجل عيب عليك، هاكل بس العيال منين؟ الله، وانا قلت لك خلفي زربه عيال؟ ما احنا بقالنا سنين ما بنخلفش، وبعدين جيتي في الاخر عملت زي الارنبه. يا راجل اختشي على دمك، ده البيت ما بقاش فيه ولا مليم. خد يما، خد. ايه ده؟ 10 جنيه بس؟ يوه يابا ايوه عليك، ما انت قايل لي الصبح وانا رايحه الاوردر هاتي يا عبير 10 جنيه وهي. ايوه ده وانت رايحه الاوردر، انما انت جايه بقى من الاوردر يعني ابطي تديني بقى ال 10 جنيه كمان. بص بقى يابا، بص بقى خد بس ايه، دي اخر فلوس معايا. وماله يا بنتي؟ ما هو اذا ما صرفتيش على ابوك هتصرفي على مين؟ وبعدين يا بنتي عايزاني يعني اروح اشحت؟ يابا مش وقته الكلام ده، انا جايه من اوردر طويل عريض وقابلت مخرج. قطعه تعبانه يابا، عايزه اخش اريح جدتي شويه. طب استني يا بنتي اعمل لك لقمه تاكليها قبل ما تنام. لا مش قادره، انا اخش اريح الجته شويه. خلاص يا بنتي روحي ريحي جسمك شويه. وانت عندك شغل بكره؟ مش عارفه يابا، بس غالبا ممكن يكون عندي. هيكلمني الريجي يقول لي على الميعاد والمكان. خلاص يا بنتي روحي ريحي بقى شويه عشان لو طلبوك بكره يلاقوكي جاهزه. طب يابا يلا. تصدق يا حنفي البت صعبانة عليا قوي. بت صعبانة عليا قوي؟ ايه اللي في دماغك يا وليا؟ ايه حكاية البت صعبانة عليا؟ ما تتكلمي في ايه يا وليا؟ بصراحة كده عايز اقول لك على حاجة، في عريس متقدم لعبير. ايوه كده بنى على حقيقتك، اصل الحنية دي جديدة عليكي. والعريس ده مين بقى ان شاء الله؟ عاشور. عاشور اللي بيشتغل في مقلة اللب اللي على اول الشارع. شغال في مقلة لب؟ طب انا هروح ازقز عظمه بسناني، ده وشه يقطع الخبير البيت ولا ياكل. طب استنى بس يا راجل واسمعني. اسمعي انت يا وليا، الكلام ده تشريه من دماغك، واوعي تفتحي دماغ البيت على الكلام ده. انت فاهمة ولا لا؟ خلي بالك عبير هي اللي بتوكلنا، ومن غيرها هنجوع. يا برنس المطاعم. وامر يا فندم. عندكم سمك؟ طبعا يا فندم، هو محل سمك ومش اي سمك، ده احلى سمك. وانواع ايه اللي عندكم؟ عندنا بولتي وبوري وجمبري واستاكوزا وصبيط، وعندنا جندوفلي وموسى وبربوني طازه من البحر سيدي المحل. خلاص يا ابن حميدو سيبك من الكلام ده كله، بقول لك احنا عايزين ربعين جزل واتنين بوري مشوي بالرده مقفول وطبقين شوربه بلح. بلح بحر؟ لا بلح زغلول. تحت امرك يا فندم. ايه اللي انت عمال تطلبه ده؟ ما كفايه 40 جزل يا برهان بيه. خلينا نبرر نفسنا يا برهان بيه عشان خاطر نلاقي عبير. ما هو الكلام دوت اللي خلينا ما نلاقيش عبير. فك بقى شويه الكيس يا سبحان الله. واللي انا خايف منه بقى ان احنا لو قلنا الحقيقه لابو عبير هيبيع البنت بالرخيص. الله ينور عليك، عشان كده بقى لازم ندخل له بالحنيه ونسايسه كده عشان نعرف الحقيقه كلها. عندك حق، بس انا عايز اخلص من الموضوع ده بسرعه. يا سلامه. بقول لك ان شاء الله نفصفر ونطلع على الاوضه ننام، لان انت عارف الفسفور ده بيخدل الجسم، وبكره الصبح اقعدك مع عبير وام عبير وعيله عبير كلها.